أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنشتغل Autonomic Nervous System Lecture 3، وهنشتغل Chemical Transmitters بإذن الله. في الأول عندي تنبيهين صغيرين أحب أقولهم لكم. التنبيه الأول إنه بإذن الله هنشتغل المالتيبل تشويس كويشنز، هنخليها على الحصة اللي هنشتغلها بس المحاضرة السابقة، وعليها عبال ما نظبط روحنا هناخد لنا حوالي محاضرتين عبال ما نعمل الظبط ده. فأنا النهاردة هبتدي بإني هوريكو الأسئلة بتاعت الأوتونوميك المرة اللي فاتت عشان أوريكو إزاي هنشتغل. ده التنبيه الأول. التنبيه الثاني بإذن الله إن إحنا هنعمل الآتي. هندي يعني عشان يبقى الحكاية دي يعني سبيس بطريقة كويسة، هنشتغل يوم الاثنين بإذن الله والأربع والجمعة. فغدا بإذن الله يبقى عندنا introduction المحاضرة الثانية، ويوم الجمعة بإذن الله يبقى عندنا النيرف المصل. يبقى إنما بعد كده هيبقى اثنين أربع جمعة، وفي الأيام المقابلة هنبقى ندي طلبة الفرقة الثانية اللي هم هيبقوا بالنسبة لهم الثلاث وخميس مالكوش دعوة انتوا، والسبت. احنا بكرة بإذن الله هنشتغل مع بعض introduction، وفي يوم الجمعة بإذن الله هنشتغل النيرف المصل. فنبتدي نعمل المالتيبل تشويس، بس طبعا مش هيبقى بالطريقة اللي بالظبط لأنه مش هبقى حاط الإجابة. أنا المرة دي أنا عارف إن الامتحان ده امتحنته، بس عشان يتم تسجيله تبع المحاضرة. فاحنا المالتيبل تشويس كان السؤال الاول عندنا، بس لا طبعا اعمل لك الانسر باللون الاحمر، مش هتبقى كده المره الجايه، هتبقى عادي والانسرز هتبقى مكتوبه تحت زي ما انت شايف بالمقلوب كده عشان تقدر تبقى تحاول تحل من غير ما تبص الاجابات. كان هنا بنقول في المالتيبل تشويس كان الاوتونوميك نيرفوس سيستم ليكتشر نمبر 2، وكان تملي في المالتيبل تشويس بتختار وان انسر بس، وعملنا امتحان عشان يبقى بطريقه اصعب، قلنا choose the incorrect answer، يعني هو الانسر المطلوبة تختار الواحدة الغلط، هي دي في بالنسبة للسؤال تبقى دي الصح. وكان الغرض من ذلك ان كل سؤال هيبقى فيه ثلاث معلومات صح واحدة غلط، يبقى كأنه actually ثلاث اسئلة مضغومين في بعض. فبالنسبة للgreater splanchnic nerve طبعا بيعمل hyperglycemia، دي صح لانه بيعمل glycogenolysis في الليفر، بيزود الباكت سيل فوليوم لانه بيسكويز السبلين، بيعمل كونتراكشن في السبلين فبيزود النمبر اوف ار بي سيز. وهو نمره دي طبعا بيزود ادرينال امبلاب، بيطلع من ادرينال امبلاب. يبقى الاجابه الخطا ان كنا قلنا السمباثيتك جريتر سبلانكنج، ده السمباثيتك بتاع الابدومين. السمباثيتك بيسكر المحابس، كنا قلنا بيكونتراكت السفنكترز، بيكونستريكت السفنكترز، فهو هنا مكتوب ان هو الجريتر سبلانكنج ريلاكسز البايلوريك سفينكتر بتاعه المعده، لا طبعا هو كونتراكتس البايلوريك سفينكتر. يبقى دي الاجابه الخطا اللي كانت مطلوب تختارها. في الليسر سبلانكنج هل هو بيريلي في الانفيرو ميزنتريك؟ صح. بيسبلاي ديستال هاف اوف ذا كولون؟ صح. بيكونتراكت الاكسترنال انال سفينكتر؟ هنا هو صح، بيكونتراكت السفينكتر لانه سمباثيتك بس مش الاكسترنال، يعني هنا الوظيفه خطا، هنا المكان خطا، هو بيكونتراكت الانترنال. قلنا الانترنال هي دي الانفولنتري، انما الاكسترنال دي فولنتري مش تبع خالص الاوتروميك، دي سوماتيك. وطبعا بيعمل ايجاكوليشن اوف سيمن. السؤال اللي بعد كده كان الفيشيال نيرف ريليس في السفينوبالاتاين جانجليون؟ اه طبعا، ده اللي هي رايحه للنيزل واللاكريمال جلانز. انما سبلايز الباروتيد؟ لا، هو بيسبلايز سب مانديبولار والسب لينجوال سليفري جلاندز. الباروتيد دي تبع نمره 7 الجلوسوفارينجيال. هل النيوكلياس بتاعته هي السوبيرور سليفري نيوكلياس؟ صح. هل الفيشال نيرف فيه اوتونوميك وسوماتيك فايبرز؟ قلنا كل الاوتونوميك نيرفز ما بيبقوش لوحده، لان معظم الاعصاب فيها سوماتيك، فدائما ابدا الاوتونوميك بيبقى مع السوماتيك. السؤال الرابع كان الفيجاس بروديوسز، هل برونكو كونستيكشن؟ صح. بالمونري فازولايتيشن؟ صح، انما اللي خطا كورونري فازولايتيشن، هو بيبطئ القلب فالقلب مش محتاج دم.
فبيعمل كورونري فازو كونستريكشن. قلنا البارا بيعمل في كل الجسم، كل الجسم فازو دايلتيشن ما عدا الكورونري، دي الاكسبشن اللي بيعملها كونستريكشن. فعشان كده بيقول لك احد انواع الام سكيون يجيب لك الاكسبشن. وبعدين بيعمل ايفاكيويشن اوف جول بلادر، صح بيعمل ايفاكيويشن اوف جول بلادر. سؤال خامس ريجاردينج الباراسمباثيتك نيرفس سيستم، هو انابوليك سيستم صح؟ سيكريتو موتور سيستم صح؟ كرينيو ساكرا ريجونز بيطلع منها صح؟ ريجونز هنا ناقصه اس. وبعدين هل بروديوسز سويتنج وفازو دايلتيشن في السكيتال ماسل؟ غلط، لانه هو لا بيغذي الجلد عشان يدي السويت جلاند، السويت جلاند في الجلد، البارا ما بيروحش للجلد، ولا بيغذي السكيتال ماسلز حيثما وجدت سواء كانت في الاطراف الليمز او في الثوراسيك والابدومينال وول. فهنا السؤال هو ما بيروحش الحته دي اساس، بيروحش الجلد عشان يغذي السويت جلاندز، السويت جلاندز دي سمباثيتك، ما بيروحش السكيتال ماسل عشان يعمل فازو دايلتيشن ليها، دي برضه سمباثيتك، لان قلنا السمباثيتك ده بتاع الفايت، الفايت بالسكيتال ماسلز، سمباثيتك هو اللي بيروح للسكيتال ماسل، هو اللي بيروح الجلد عشان يعمل سويتنج عشان حراره محمد عليك ليه قلنا بتوصل 40 في اثناء الفايت، لكن عشان ما تزيدش عن 40 فهو بيعمل سويتنج. وعليه تبقى الاجابات هنا واضحه باللون الاحمر، لكن المره الجايه هيبقى باللون الاسود، هنزهق لكم قبلها طبعا عشان تحلوها، والانسر هنبقى نقوله في بدايه الفيديو في المحاضره. هنا هيبقى الانسر حتى مش هساعدك، هسيبهم لك من غير نمر، هم بالتوالي عشان حتى لو عينك ضربت كده ما تقدرش تجيبها بسهوله. فالاجابه هنا هتبقى نمره 1 سي، بي سي 3 هتبقى الاجابه الصحيحه بي، 4 سي 5 دي. طبعا مش دي الصوره المثلى، بس احنا وريتك ازاي ان احنا هنبتدي كل محاضره بالامتحان على المحاضره اللي قبلها، وهينزل لك قبلها بشويه. والتنبيه الثاني اعتقد ان انتوا دلوقتي عارفينه، ان احنا باذن الله الاسبوع القادم ومن الاسبوع ده حتى نبتدي الاربع بكره باذن الله انترودكشن، الجمعه هيبقى نيرفال ماسل، الاثنين بقى مش الثلاث هيبقى في نفس المواعيد هتاخد اوتونوميك نيرفس سيستم. النهارده الحقيقه عندنا يعني محاضره من المحاضرات اللي هي مهمه جدا في الطب، وهي خاصه بال chemical transmitters of autonomic nervous system. المواد الكيميائية اللي بيستخدمها الاوتونوميك نيرفس سيستم. chemical transmitters of autonomic nervous system. وهم كالآتي. احنا عندنا مادتين، يوجد مادتان أساسيتان بيستخدمهم الاوتونوميك نيرفس سيستم. الأول نفكر مع بعض، هو إزاي الفايبرز بتؤدي الوظيفة على الأورجان؟ الفكرة بسيطة خالص، النير فايبرز بيطلع مادة كيميائية اسمها كيميكال ترانسميتر، بتنقل الفانكشن السيجنال الإشارة بتنقلها للأورجان عشان يحصل للعضو عشان يحصل وظيفة. فالمواد اللي بتطلع من نهايات الأعصاب بنسميها كيميكال ترانسميترز، وبعدين ليها مكان معين تمسك فيه في الأورجن بنسميه ريسبتور. وإحنا اتفقنا إن المواد اللي بتطلع الفايبرز اللي بتطلع أسيتايل كولين هنسميها، ما نطولش بقى، كولينيرجيك فايبرز. طب والريسبتور اللي بيستقبله الأسيتايل كولين هنسميهم كولينيرجيك ريسبتورز. ده أشهر ترانسميتر موجود عندنا في الأوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو الأسيتايل كولين. تاني ترانسميتر اسمه نور أدرينالين، مش أدرينالين، دي غلطة مشهورة، إيفن كان أحد الزملاء كاتبها في الكتاب إن السمباثاتيك بيطلع نور أدرينالين أند أدرينالين، لا هو بيطلع نور أدرينالين فقط. وعلمتها لكم ليه؟ لأن كلمة أدرينالين لو الزميل فاضل كان عارف ترمينولوجي بتشرح موقعه، رينال يعني كلية، اد رينال بيقولوا لنا في الاناتومي اد بعيد واد قريب، وفاهم ليه؟ لان اد من اديشن يعني حاجة على حاجة، فهو بيطلع اد رينال بيشرح موقعه، هو اد رينال عشان بيطلع من
اللي بيسموه ادرينالين عشان بيطلع جنب الكليه، الكليه اللي هي رينال فهو ادرينال فسموه ادرينالين. طيب او ممكن يسموه اسم تاني الابينفرين. ليه نفهمه؟ لان الكليه وحدات الكليه بيسموها نفرونز، فهو طالع من فوق النفرون فيسموه ابي نفرين. يبقى الادرينالين او الابينفرين ده هرمون بيطلع من الادريه مضال، ما بيطلعش خالص في السمباثاتيك، ويسموه حسب موقعه ادرينال جنب الكليه يبقى ادرينالين، فوق النفرون يبقى ابي، ابي يعني فوق نفرين. مش انتوا بتاخدوا في الهيستولوجي اول حاجه في اي سلايد بيسموها ابي ثيليوم؟ فكرت في كلمه بتبقى اعلى حاجه في السلايدز، اعلى حاجه، فيسموها الخلايا العلويه ابيثيليوم، يعني لازم اول حاجه تبقى الابيثيليوم اللي فوق خالص، فده طالع من فوق النفرون فيسموه في امريكا ابينفرين، من جنب الكليه فيسموه ادرينالين. يبقى اذا عيب قوي نقول ان السمباثاتيك بيطلع ادرينالين او ابينفرين، لان كلمه ادرينالين وابينفرين بتشرح موقعه. اللي بيطلعه السمباثاتيك حاجه شبه الادرينالين بس مش ادرينالين، حتى شوف سموها ايه، نور ادرينالين، يعني من قاعده نايذر نور، بيقول خد بالك انا شكله بس انا مش هو، انا نور ادرينالين انا مش ادرينالين، من قاعده نايذر نور، نور ادرينالين، لان الادرينالين او اللي هو بيسموه الاسم الاخر ابينفرين بيشرح موقعه طالع من جنب الكليه او من فوق النفرون. هما دول الترانسميترز اللي هناخدهم في الاوتونوميك نيرفس سيستم، اسيتايل كولين ونور ادرينالين. وفي فقره المعلومات العامه احب اقول لكم شويه معلومات طريفه. ان اول كيميكال ترانسميتر اكتشفه الانسان هو الاسيتايل كولين. اول واحد فكر فيه راجل الماني اسمه اوتو لوي في سنه 1921. حتى جاله فكرة الكيميكال ترانسميتر دي في حلم، وعمل التجربة بعد كده على الضفادع. ثم حاز مع واحد انجليزي اسمه هنري جائزة نوبل عن الاستايل كولين اللي هو اول كيميكال ترانسميتر يكتشفه الانسان، وكان ذلك في عام 1936. اما النور ادرينالين فده تاني كيميكال ترانسميتر تم اكتشافه بعدها بعشر سنين في سنة 1946، الأولاني 1936 حاز جائزة نوبل. في سنة 1946 واحد سويدي اسمه ألف خد برضه جائزة نوبل في النور أدرينالين. يعني المادتين اللي هناخدهم النهاردة يا أولاد في فقرة المعلومات العامة، الاتنين حازوا فيهم جائزة نوبل. وباي ذا واي أنا عاوز أقول حاجة صغيرة عن جائزة نوبل. أنت عارف إن جائزة نوبل في الطب، الجائزة المخصصة في الطب بتبقى for physiology and medicine، عارف ليه؟ لأن معظم الجوائز بتبقى في الفسيولوجي. عارف ليه؟ لأن الـ progress of medicine أساساً هو progress في الفسيولوجي. يعني الفسيولوجي هو المادة الأساسية اللي بتقود التقدم الطبي. عشان تعرف أهمية مادة الفسيولوجي، لا يمكن هتبقى طبيب كويس من غير ما تعرف فسيولوجي كويس، فهمه كويس. بدليل هي اديني اديت لك ان جائزه نوبل في الميديسن، الجائزه كده اسمها مخصصه في الميديسن اند فيسيولوجي، جائزه واحده ليهم هما الاثنين غالبا بتتاخد في الفيسيولوجي. وادي شفنا جائزه نوبل مرتين، مره خدها في الاسيتايل كولين اثنين مشتركين، الالماني اللي هو اول واحد حلم بالاسيتايل كولين في سنه 1921، لكن حاز مع الانجليزي هنري أوتو، وهنري خدوا الجائزة مع بعض في سنة 1936. واحد سويدي اسمه ألف بعديها بعشر سنين خد جائزة نوبل في النور أدرينالين. خد بالك الأدرينالين ما بيطلعش في السيمباثاتيك، الأدرينالين ده هرمون، ومن المعلومات الطريفة عليه إن الأدرينالين اللي بيطلع من الأدرينال مضلة ده أول هرمون اكتشفه الإنسان، وكان حتى لسه تعبير هرمون إن مادة بتطلع في الدم وبتطلع من غدة صماء ما يعرفوهاش، الأدرينال. طبعا في فقرة المعلومات العامة جائزة نوبل دي بدأت سنة 1901، يعني من حوالي 116 سنة.
لحد النهاردة قدموا 584 جايزة لعدد 923 فائز لحد سنة 17. لسه طبعا سنة 17 هتتوزع بعد شوية. طبعا ان الجائزة ممكن يفوز بيها اثنين، عشان كده عدد الفائزين لحد دلوقتي 923، انما الجوائز 584. وعلى فكرة لو انت عاوز تعرف اكتر عن جائزة نوبل هتلاقيها على صفحتي في الفيسبوك. انا عندي مقال بصفة دورية بحطه في جريدة عربية هنا في امريكا وكندا للجالية العربية، كتبته عن جائزة نوبل، وبكتب الملخص تملي بتاع المقالة على صفحتي في الفيسبوك للي عاوز يعرف اكتر عن جائزة نوبل. جائزة نوبل طبعا بتتاخد كل الجوائز في السويد ما عدا جائزة واحدة بتاعت السلام في النرويج الوحيدة، جائزة نوبل برضو بس اللي بيتم تسليمها في النرويج هي جائزة السلام البيس، الباقيين بيتوزعوا في السويد. معلومات طريفة عن جائزة نوبل، وانا وعدتكم تملي هيبقى عندنا فقرة المعلومات العامة. اتعلمنا فيها حاجتين النهاردة، ان احنا بصدد دراسة اول تو كيميكال ترانسميترز اكتشفهم الانسان، وحاز الاثنين فيهم جائزة نوبل. في الاستايكولين جائزة نوبل اتخذت في 1936، في النور ادرينالين اتخذت في 1946، دول اول تو كيميكال ترانسميترز. وقلنا ان السيمباثاتيك بيطلع نور ادرينالين ما بيطلعش ادرينالين، لان الادرينالين واللي بيسموه ابينفرين اسمه بيقول انا طالع من الادرينال جلاند فاسمي ادرينالين، انا طالع من فوق النفرون فاسمه ابينفرين. دي كانت مقدمه فقره معلومات عامه بحب اقولها لكم عشان خاطر نستفيد. نيجي السايت اوف فورميشن اوف كيميكال ترانسميتر. انا تملي بحب يا اولاد يعني نشوف البيك بيكتشر، الصوره الكبيره. عمري ما حدد نفسي في حاجه صغيره لان دي تخليك مش فاهم الموضوع. زي يوم ما شرحت لكم وناس كتير علقوا لي تعليقات جميله على الفانكشن والباراسمباثيتك، ازاي شفنا الخريطه كده ازاي البارا بتعمل عمل متكامل، ان كلهم اربع اعضاء من الخمسه بيتضافروا في انهم يشغلوا الجهاز الهضمي عشان البناء الجسدي. حتى قلنا الاوكيلوموتور ده الوحيد اللي هو الخامس عضو، هو نمره واحد نمره ثلاثه طبعا في الاعصاب الاوكيلوموتور، انما احنا بنقول الباراسمباثيتك خمس اعضاء ما عدا الاوكيلوموتور هو العصب الثالث، كلهم بيشغلوا الجهاز الهضمي مهمين للبناء الجسدي. وقلنا الاوكيلوموتور ده على العين من اسمه محرك العين ومهم للقراءه، وانت بتقرا معايا دلوقتي انت ممتن للخالق بسبب الاوكيلوموتور، حتى قلنا انها بناء ذهني عشان حتى نفتكرها. يبقى البارا ده انابوليك، بيبني الجسد باربع اعضاء من الخمسه او البدن، وبيبني الذهن بالاوكيلوموتور لما نقرا. فانا بحب اشوف البيك بيكتشر. فتعال اوريك السايت فورميشن اوف كيميكال ترانسميترز عموما. كيميكال ترانسميترز في الخليه العصبيه بتتعمل في حته من اثنين، لو هما نيورو بيبتايدز وده مش موضوعي لازم يتعملوا في السيل بادي، لو هما ادرينالين او نور ادرينالين اسف نور ادرينالين او استايكولين اللي هما موضوعنا بيتعملوا في الفيسك، بيتعملوا في النوبز، نهايات الاكسون فيها نوبز، نوب يعني انتفاخ. انت عارف الاوكر عندنا بتبقى ليها ايد كده، هنا في بعض الحتت الاوكره بتبقى زي الكره دي يسموها نوب. يبقى الاستايكولين والنور ادرينالين اللي هم موضوعنا النهارده دول بيتعملوا في النوب، انما لو كان تركيب الترانسميتر نيوروبيبتايد ما ينفعش يتعمل في النوب، لازم يتعمل في السيل بادي. طالب يقول لي انت اعتدت تفهمنا، هو ليه النيوروبيبتايدز ما بيتعملوش في نهايه الاكسون في النوب وبيتعملوا في السيل بادي؟ البيبتايد دي نوع من انواع البروتين، واحنا قلنا مين المكان الوحيد في الهيستولوجي علمونا اللي بيتعمل فيه البروتينات، علمونا اللي هو الرايبوزومز اهي انا مشاور عليها بالليزر بتاعه الجرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم. لا يمكن تصنيع بيبتايد او بولي بيبتايد او بروتين غير في الرايبوزوم بتاع الجرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم. حتى الرايبوزومز هي الجرانيولز، وسؤال عندكم في الهيستولوجي ماليش دعوه بيه، بتبقى على الاوتر سيرفيس اوف ذا جرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم.
الرايبوزوم زي المكان الوحيد اللي بتصنع فيه البيبتايدز والبوليبيبتايدز والبروتين، ودي سيل اورجانيل يعني عضيات الخليه، يبقى لازم النيوروبيبتايدز تعملوا في الخليه. ادام انت قلت لنا البيبتايدز والبوليبيبتايدز والبروتينز ما يتعملوش غير في الرايبوزومز، والرايبوزومز دي موجوده في في الجرانيول اندوبلازم ريتيكولم اللي هو سيل اورجانيل، عضي من عضيات الخليه، يبقى لازم يتعمل في السيل. اللي ما هماش بيبتايدز اللي هما موضوعنا النهارده يتعملوا في الفيسيكلز، يتعملوا في النوبس ويختزنوا الفيسيكلز موجوده في النوبس. هو طبعا عموما يا اولاد البيبتايدز واي ترانسميتر في الاخر هيبقى هيحصل له ستورج في فيسيكل في النوبس. يعني تاني التصنيع الفورميشن الاسيتايل كولين والنور ادرينالين يتعملوا في النوبس. طب لو تركيب الكيميكال ترانسميتر بيبتايد يبقى لازم يتعمل في الرايبوزومز بتاع الجرانيول اندوبلازميك ريتيكولم اللي هي سيل اورجانيل، يبقى لازم في السيل، سواء اتعمل في السيل زي البيبتايد او اتعمل في النوب زي الاسيتايل كولين والنور ادرينالين، في الاخر كلهم يختزنوا واستورد في فيسيكل في النوبس، يتحطوا في فيسيكل في النوبس، وكلهم بيطلعوا بنفس الطريقه يا اولاد، ان يجي كهرباء اكشن بوتنشال يفتح بوابه للكالسيوم، اظن عارفينها من انتروداكشن، تبقى فولتج جيتد، اللي بيفتح بكهرباء يبقى فولتج جيتد شانلز، يدخل الكالسيوم يفرقع الفيسكل فيطلع الترانسميتر بعمليه اسمها اكزو سايتوزيس، هناخدها في الحصه القادمه باذن الله في الانتروداكشن. يبقى اي ترانسميتر، دي بقى معلومات عامه، اي ترانسميتر في جسمك تحفظ ثلاث كلمات، يطلع ازاي؟ باكشن بوتنشال، يدخل كالسيوم الكلمة الثانية، يفرقع الفيسكل ويطلع الترانسميتر بعملية اسمها اكزو سايتوزيس. انا برضو عاوز احشر نفسي عشان افهمكم اكتر، السؤال ماليش دعوة بيه بس يمكن لما قلتوش ناس كده ما تبقاش عارفة، هو ايه الفرق بين بيبتايد وبولي بيبتايد وبروتين؟ ايه رأيك؟ عارف الاجابة؟ انا اقولها لك. البيبتايد بيبقى من 2 ل 50 امينو اسيدز، لو اكتر من 50 امينو اسيد نسميها بولي بيبتايدز او بروتين. يبقى تاني فين الحد الفاصل بين ده بيبتايد ولا بولي بيبتايد او بروتين؟ رقم 50، من 2 امينو اسيد ل 50 امينو اسيد بيبتايدز، اكتر من كده بولي بيبتايد او بروتين. طب ايه الفرق بين البولي بيبتايد والبروتين؟ البولي بيبتايد انفولدد يعني تشين كده مش متنية على بعض، انما البروتين بيبقى فولدد متني على بعض، عشان كده حتى قالوا في تعبير جميل 3D، يعني في البولي بيبتايد بيبقى في مستوى واحد انما البروتين ملفوف في 3D في اكثر مستوى. واديك مثال حتى حلو عشان نبقى استفدنا، الجلوبين بتاع الهيموجلوبين، فاكر الهيموجلوبين بتاع الدم كان البروتين اللي فيه اسمه جلوبين، كان معمول من 4 بولي بيبتايد شينز اللي هم 2 الفا و2 بيتا او جاما حسب فيتاس ولا ادلت. يبقى دي كانت مقدمه يا اولاد، مش هتقراها في معظم الكتب بس ما ينفعش انا ابتدي بغيرها. يبقى اتعلمنا الاتي، ان اول تو كيميكال ترانسميترز اكتشفهم الانسان وحازوا جائزه نوبل فيهم هم اللي هندرسهم النهارده. الاشهر اللي هو الاول استايل كولين، ده اول واحد وهنلاقيه هو ده فعلا الاهم سنه 1936، والاقل شهره هو ما نغلطش نور ادرينالين مش ادرينالين، وحازوا جائزه نوبل في 1946. طيب قلت ان اي كيميكال ترانسميتر اتعلمنا عليه لحد دلوقتي ثلاث كلمات، فين يتعمل؟ سايت فورميشن. فقلت انت تسال، لو نيوروبوبتايد يبقى ده نيوروبوبتايد حاجه من عائله البروتين، يبقى لازم في الرايبوزومز بتاعه الجرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم اللي هي السيل اورجانيل، يبقى لازم يتعمل في السيل بادي. لو مش بيبتايد هيتعمل في النوبس، دي اول معلومه. طب المعلومه الثانيه، كلهم سواء بيبتايد او استايل كولين او نور ادرينالين هيبقوا ستورد في فيسيكلز في النوبس، دي ثاني معلومه. طب تالت معلومة، الريليس، كلهم تلات كلمات، ازاي بيطلع الكيميكال ترانسميتر؟ بيطلع بأكشن بوتنشال، يدخل كالسيوم
يفرقع الفيسكل ويطلع الترانسميتر بعملية اسمها هناخدها المحاضرة القادمة بإذن الله اسمها إكزو سايتوزيس. اقلب صفحة بفضلك. طيب نبص مع بعض الشباب. أنا عاوز دلوقتي نتكلم على الآتي، النقاط الأساسية في الكيميكال ترانسميترز. دلوقتي أنا علمتكم ثلاث كلمات عن الكيميكال ترانسميترز، لكن لنفرض جالك سؤال نظري ديسكاس، طب بيجي استالبين لوحده أو نور أدرين لوحده، أنا أعملهم ليه في مقارنة؟ عشان لما أجي الحصة القادمة بإذن الله والأخيرة في النور أدرينالين هبقى أقارنها بالأستالكولين، فده كأننا بنراجع اللي فات فيثبت المعلومات أحسن. ما عشقت مثل عشق النظام. قبل ما نبتدي عاوز أقول لك، أو بص للرسمة دي، الفايبر اللي يطلع أستالكولين نسميه كولينيرجيك فايبرز، والريسبتور اللي في الأورجان اللي هيستقبل أستالكولين اللي هو النقطة السودة دي هنسميه كولينيرجيك ريسبتورز. يبقى الفايبرز والريسبتورز اللي بيتعاملة في مادة الأستالكولين هنسميهم إيه؟ كولينيرجيك. طيب أما الفايبرز والريسبتورز اللي هيتعاملة في مادة النور أدرينالين كان نفسي يسموهم نور أدرينيرجيك، لكن لأن الأمريكان بيحبوا الاختصار حتى إن كان مخل فسموهم أدرينيرجيك فايبرز وأدرينيرجيك ريسبتورز، ودي اللي وقع عدد من الزملاء حتى مش الطلبة في فكرة إن الأوتونوميك في أدرينالين مع إنه هو في نور أدرينالين، عشان الأمريكان ما قالوش نور أدرينيرجيك وقالوا أدرينيرجيك. يبقى تاني، الفايبرز والريسبتورز اللي بيتعاملها في الأسيتايلكولين يسميهم كولينيرجيك، الفايبرز والريسبتور اللي بيتعاملها قولها انت بقى في ايه نور أدرينالين هنسميهم أدرينيرجيك. طيب ما عشقت مثل عشق النظام، في كل كيميكال ترانسميتر لو جالك سؤال لازم تتكلم عليه في أربع نقط، لازم تقول الفانسيس تكوين، بعدين الستورج التخزين بعد ما اتعمل هيتخزن، وبعدين الريليس ازاي بيطلع، وبعدين الريموفال او ديستراكشن يعني ممكن يتكسر وممكن يشيله بس من على الريسبتور فالاكشن يقف. يبقى كام نقطه؟ حب النظام قوي، اربعه، فنسز، ستورج، ريليس، ريموفال او ديستراكشن. تدي بالنقطه الاولى اللي هي الفنسز. انت عارف البيك بيكتشر، الأستايلكولين ده مش بيبتايد، يبقى مش هيتعمل في السل لأنه مش هيتعمل في الريبوزومز بتاعت الجرانيولار اندوبلازميك تيكلام، هيتعمل فين؟ فاكر من الصفحة السابقة؟ في السينابتيك نابس لما كان التصنيع. على فكرة هو أنا عاملها عليهم هما الاثنين، الأستايلكولين والمحاضرة القادمة بإذن الله اللي هو النور أدرينالين، هما الاثنين المكان واحد سينابتيك ناب، وده سؤال MSQ. طب بيتعمل ازاي؟ نفكر بهدوء، طريقه جميله، هو اسمه ايه؟ ذكرني، اسيتايل كولين. يبقى عشان يتعمل محتاج حاجتين، اسيتايل يمسك في كولين، الكولين مش هيرضى يمسك في الاسيتايل الا لو كان منشط في صوره اسيتايل كوانزيم ايه، حتى انا بستخدم الالوان عشان تفهم. يبقى هو اسمه باللون الاسود اسيتايل كولين، يبقى انا عاوز اركب كولين في اسيتايل، بس لازم يبقى الاستايل ده اكتف في صوره اسيتايل كوانزيم ايه، فاسيتايل كوانزيم ايه مع كولين يدوا استايل كولين، وده الابريفيشن العلمي بتاعها A كابيتال سي كابيتال والاتش لوور كيس اللي هو حرف صغير. طب الانزيم اللي بيعمله اسمه ايه بقى اللي هيركب ده في ده؟ انا بقولها بطريقه جميله قوي، هو مطلوب ينقل واحد للتاني عشان يركبوا ببعض، الانزيم اللي بيعمله معكوس اسم الاسيتايل كولين، بدل ما تقول اسيتايل كولين اعكسها اهي، شايف كولين اسيتايل وهينقل ده لده، ترانس يعني ينقل فيريز، ايز يعني انزيم،
يبقى تاني طريقة حلوة اهي. ازاي نفتكر اسم الانزيم بيعمل اسيتايل كولين؟ اعكس اسمه اسيتايل كولين، قولها بالعكس كولين اسيتايل، وانقل بقى واحد التاني بقى ايه؟ ترانسفيريز. هاوفر يا اولاد، برغم ان احنا حفظناه وحاجة لطيفة خالص، هذا الانزيم ملوش اي اهمية اكلينيكية، وعليه ملوش اهمية في الامتحان، لان الاسئلة الامس كيو بتيجي على الحاجات اللي هي تفيدك كطبيب، ده ملوش اهمية اكلينيكية. ولا أزيع سرا قلت مرارا وتكرارا، في الجامعات عندنا ما بيألفوش أسئلة MSQ، بياخدوها as is من الناس اللي حطوا MSQ في العالم أساسا، اللي هو نورث أمريكا، أمريكا وكندا، هم دول بتوع MSQ، لأنه الامتحان عندهم بالكامل MSQ. وهبقى أحكي لكم مرة إزاي بيعملوا MSQ، ليها طريقة، مش الناس فاهمة أنها أي حاجة، لا ليها طريقة معينة في أوانيها لما يبقى عندنا شوية وقت أكتر. يبقى ده اول ستيب اللي هو الثنس. فاضل سؤال تاني في الام اس كيو، ده مهم في الام اس كيو، الكولين ده بيجي منين؟ يا اما فورميت بنعمله، يا اما ربنا علمنا ريسايكلينج، عمليات التدوير دي اساسا اتعلمناها من ربنا، لما شفنا الحديد بتاع الهيموجلوبين اساسا معظمه من الاولد ار بي سيز اللي اتكسرت، هنا الكولين برضو بيجي من الريسايكلينج. يعني بعد ما هنكسر الاسيتايلكولين هناخد الكولين بتاع الاسيتايلكولين مكسر ونعيد تكوين اسيتايلكولين جديد، يبقى ريسايكلينج او ريابتيك. دي كانت النقطه الاولى، يبقى الثانسس واهم حاجه فيها نجيب واحد للتاني، بس قلت مش هيرضى الكولين يمسك في الاسيتايل الا لو نشطناه اسيتايل كو انزيم ايه، واسم الانزيم ايه؟ قلت لك طريقه لطيفه لتذكري، اعكس الاسم اسيتايل كولين، نقولها بالعكس كولين اسيتايل، ده يتنقل ده ترانسفيريز. النقطة الثانية ستورج، أنا قلت لك أيا كان المكان اللي اتعمل فيه الكيميكال ترانسميتر، سواء في السيل بادي زي في البيبتايدز، أو في النوب زي موضوعنا النهاردة اللي هو أول تو ترانسميترز في العالم الأستالكين ونوع دايلين، هيختزن في فيسيكلز في النوبز، هنختزنهم في فيسيكل في النوبز. الفيسيكل اللي في النوبز بقى بص، ده سؤال ام اس كيو، في حالة الكولينيرجيك فيسكل اللي هي بتحتوي أستال كوليم تبقى كلير فيسكلز. طالب يقول لي حفظنا بطريقة سهلة، الكولينيرجيك فيسكلز اللي هي فيها أستال كولين، عشان كده يسموها كولينيرجيك كلير، السي مع السي، كولينيرجيك كلير فيسكل، لأن لما أجي الحس المحاضرة القادمة بإذن الله هلاقي النور أدرينالين بيتحط في جرانيولار فيسكلز، تبقى جرانيولار، بس دي مش موضوعنا النهاردة، موضوعنا بإذن الله الأسبوع القادم. طيب نيجي الريليس، فاكره كنت قلت لك أيا كان بقى الكيميكال ترانسميتر، الريليس ثلاث كلمات لأي كيميكال ترانسميتر تحفظهم صم، أكشن بوتنشال يعني كهرباء، هيفتح في النوب فولتج جيتد كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم يفرقع الفيسكل فيطلع منها الترانسميتر بعملية هناخدها بإذن الله غدا في الانترودكشن اسمها اكزوسايتوزيس. يبقى خلصنا كم نقطة؟ ثلاثة. يبقى هعيد النقط الأساسية، الثانسس الانزيم، فاكر اسم الانزيم اللي بيعمل الأسيتايل كولين، نعكسها كولين أسيتايل، نقل ده لده يبقى ترانسفيريز. طب والستورج؟ كلهم بيبقوا ستورد فيسيكل في النوبز، فيسيكل في النوبز، بس الكولينيرجيك بيبقى كلير فيسكل، لان بتاع النور ادرينالين هيبقى جرانيولار، وفي المحاضره القادمه باذن الله هقول لك ليه جرانيولار هنا، ليه ما هماش كلير، حتى دي هفسرها زي ما بقول، هنا بنحب نفهم. زي طالب كان بيقول لي تملي كنت بتقول لنا احنا بس اللي فاهمين، طبعا انتوا بس اللي فاهمين، هو مش قرايه، ده كل حاجه دققنا فيها، وهتشوف النهارده هنفهم فهم عميق قوي لحاجات رائعه. نيجي الريليس، احب قوي القواعد العامه يا شباب، واحد يبقى عنده كده قواسم مشتركه، قواعد عامه، اي كيميكال ترانسميتر بيطلع ازاي؟ النهارده الاسيتايلكولين، والمحاضره القادمه النور ادرينالين، ثلاث كلمات، اكشن بوتنشال، يفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل، يفرقع الفيسكل ويطلع بالاكزو سايتوزيس. نيجي لاهم ايتم في الاربعه وهو الريموفال او الدستراكشن، في حاله الاسيتايلكولين مش هنعمل ريموفال، هنكسره، واقول لك ليه؟ حالة النور أدرينالين هنعمل ريموفال، هنشيله ونعمل له ري أبتيك عشان نستخدمه تاني، إنما في الأستالكين بنكسره.
يبقى تاني ما عشقت مثل عشق النظام. يبقى ما جيلنا سؤال تحريري وده مش كتير قوي مش مهم أس ألف عن الأسيتايل كولين، هتتكلم الأول في كام نقطة؟ أربعة: فنسز، تكوين، ستورج، تخزين، ريليس، هنطلعه ازاي، ثم ريموفل. هسيب بقى الناحية اللي هي باللون الأحمر دي للنور أدرينالين بإذن الله المحاضرة القادمة الأسبوع القادم اللي هي غالبا هتبقى المحاضرة الأخيرة في الأوتونومي. طيب تعال بقى نشوف الريموفل، نشوف الريموفل يا شباب. شفت اهي، يعني انت عندك في الاسيتايل كولين، شوف كل كلمه لها معنى، مش هنعمل ريموفال، هنعمل ديستراكشن، هنكسره. المحاضره القادمه لما يجي النور ادين واحب المقارنات قوي عشان كده حاططهم، هستخدم نفس الورق باذن الله المحاضره القادمه. هنا ديستراكشن انما هنا ريموفال، وهقول لك ليه. ليه حتى ربنا هنا بيكسر وهنا بيعيد استخدام، حتى ليها فسرها. نيجي الديستراكشن، الديستراكشن اوف اسيتايل كولين بانزيم بقى مهم جدا الكلينيكيا، من اهم الانزيمات ده بقى، مهم جدا في الام اس كيو. هنا اعدل الاسم، الثاني كان اسمه كولين اسيتايل، بينقل ده لده كولين اسيتايل ترانسفيريز، هنا اعدل الاسم اسيتايل كولين استريزس، اسيتايل كولين استريزس. يبقى استريزس، حتى خد بالك اللي عنده ملاحظه استريزس، لان هما مش حاجه واحده، هما اتنين. ده بقى ما فيهوش هزار، نو جوكا تول. مين اسم الانزيم اللي بيكسر اسيتايل كولين؟ اعدل الاسم اسيتايل كولين استريزس. هيكسروا ايه؟ نفكر بهدوء. اسيتايل كولين معمول من حاجتين، هيكسروا الى اسيتيت اين اللي هو الاسيتايل وكولين. ايه رايك كولين ده كنا بنعمل بيه ايه؟ كنا بندوره تاني بنستخدمه في عمل نيو اسيتايل كولين. يبقى دي اول نقطه، كسرناه ازاي؟ كم نوع من هذا الانزيم موجود؟ وي هاف تو تايبس من الانزيمز ده، عشان كده قلنا استريزس، في ترو او سبيسيفيك، وفي سودو يعني كاذب البي سايلنت او نون سبيسيفيك. الترو اللي هو سبيسيفيك بالعقل موجود فين؟ هو الاسيتايل كولين بيطلع فين؟ في الاعصاب. يبقى 100% اللي موجود عند الاعصاب هو ده الترو، هو ده السبيسيفيك. ان اللي مش موجود في الاعصاب في البلاد في البلازما هو ده اللي هنسميه السودو، حتى حلوه البي مع البي، السودو في البلازما. طب نيجي لعند الاعصاب، الانزيم ده مهم جدا جدا جدا، فعشان ما يروحش هنا ولا هنا ربنا لزقه في النيرف ميمبرين، اهو النقطه السوداء دي بتمثل انزيم نيرف ميمبرين، وموجود في المسافه ما بين النيرف والاورجا اللي هي بنسميها سينابس، علمتكم السين يعني اتصال، وبرضه عشان ما يروحش هنا ولا هنا ماسك في كولاجين فايبر، قاعد مستني اول ما الاسيتايل كولين يطلع ويشتغل على الريسبتور ويعمل لي العمل المطلوب لازم اكسره في الحال، فمستنيه بالترو اللي هو السبيسيفيك عشان ما يسرحش هنا ولا هنا، ماسك في الميمبرين اوف ذا نيرف في الكولاجين فايبرز. واحد سالني وليه القسوه دي؟ ليه الاسيتايل كولين بيطلع لازم نكسره على طول؟ تعال نفكر، افرض ما كسرناهوش هيتجمع لانه ما اتكسرش ويدخل الدم اهو ويروح يشغل كل الباراسمباتيك نيرفوس سيستم. يبقى الاسيتايل كولين اللي طلع في موضع معين لو ما اتكسرش هيتجمع ويدخل الدم ويشغل كل البارا، وهذا فيتال. فيتال؟ ليه فيتال؟ تعال اذكرك، فاكر اعمال الباراسمباتيك على الهارت واللنج اللي هم اهم حاجه اللي هم بنقول بيسموهم الفايتال اورجنز، يعني انت توفق الله لو قلبك وقف او لو نفسك وقف. فاكر البارا كان بيعمل ايه؟ كان بيسرع القلب ولا يبطئ القلب؟ كان بيبطئ القلب. فلو الاسيتايل كولين زاد اللي هو بيشتغل عن طريق البارا، القلب يقعد يبطئ 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 وتوقف. طيب كان بيعمل ايه على اللانجز؟ فاكر؟ كان بيعمل برونكو كونستريكشن، يعني يخنقنا، ده مش كده وبس، الكونستريكشن وبيزود جوه البرونكال سكريشن، يعني ضيق اليومن وزود سكريشن، يبقى النفس صعب جدا. واشياء اخرى
نحن مش في مجال ذكرها انما تؤدي للوفاه. لو الاستايل كولين ده ما اتكسرش هيموتنا. ليه؟ لانه هيتجمع يدخل الدم يشغل كل البارا والبارا سمباثاتيك جنرالايز بارا سمباثاتيك افكتس. افتح ودنك ار فيتال. وديت لك مثالين بس وما اكتر من كده. الهارت بيبطئ يبطئ يبطئ الهارت ريت, وعلى اللانجز برونكو كونستريكشن يخنق يخنق ويزود برونكو سكريشن. عشان كده قررنا جمله حفظتها لاجيال ان لازم الاستايل كولين بعد ما يعمل لنا العمل اللي احنا عاوزينه لازم ايميديتلي نكسره. بيتكسر في جزء من الثانيه. لازم نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. This is why ما بنعملوش ريموفال. مفيش هزار, بنكسره. ده انا بقولها حتى بطريقه جميله تفهمك ليه في ترو سودو. طب افرد شويه عند النيرف, شويه عند النيرف ما لحقناش نكسرهم وراحوا دخلوا البلاط في البلازما. ما تخافش, نحن لا نتعقب الاستالكولين, احنا مش هنجري وراه, احنا مستنينه في البلازما بالسودو. هنكسره يعني هنكسره عند النير, وحتى لو شويه ما تكسروش وتلاقموا علينا وجريوا في البلاد هربوا مننا مستنيه السودو اللي موجود في البلازما. نحن لا نتعقب الاسيتايلكولين, نحن ننتظره هيتكسر في النيرف, واللي مش هيتكسر في النيرف لما نروح البلازما هنكسره السودو. This is why انا جاوبت دلوقتي السؤالين, هو ليه ربنا عامل تو وسودو دلوقتي فهمتهم. ليه الاول بنكسره اديك فهم, ليه ديستراكشن مش ريموفال, عاوز ناس فاهمه مش حافظه. لان لو لازم نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. لو ما اتكسرش واتجمع ودخل الدم هيشغل كل البارا وجنرالايز بارا سمباثيتك افكتس فيتال. فبنكسر معظمه في النيرف. طب اللي هرب مننا ما بنجنيش وراه في البلازما مستنينه بالسودو. This is why we have true and pseudo. هنا في نقطة مهمة جدا. في أدوية بقى بتبوظ الإنزيم ده اسمها أنتي كولين استريزيس. أنتي ضد كولين استريزيس, وعليه أدام بوظت الإنزيم اللي بتكسره هتمنع تكسير الأستايل كولين. هذه الأدوية نوعان, لو كانت irreversible يعني ايه irreversible؟ يعني غير مرتجع, يعني هتبوظ الإنزيم تماما يبقى هتمنع تكسير الاسيتايل كولين تماما. تخيل بقى الاسيتايل كولين بيطلع وما بيتكسرش خالص خالص خالص, لان الادويه بوظت الانزيم خالص خالص خالص. الريفرسبل غير مرتجع انتي كولين ستريس يبقى هموت. عشان كده الريفرسبل دي ضمن الامثله بتاعتها الوور بايزنز اللي هو الغازات الحروب اللي ممنوعه عالميا لانها ان اثيكال. حتى اسمه الطويل انت ما عليكش اسمه, انت احفظ war poisons, البويزنز بتاعت الحرب. انما هو اسمه الكيمائي داي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت. داي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت. يبقى لو بوظت الانزيم تماما منعت تكسير الاستالكولين اصبح بتغازي الحروب. ده اقول لك حاجه تاني جميله. عارف الحشرات برضه بتشتغل بالاستالكولين, فاحنا عارف ازاي ممكن نعمل مبيد حشري؟ فكرت معاه. المبيد الحشري ده اللي بترشه في باراثيون, ماده كده في يعني او مواد كثيره الحقيقه, مش نوع واحد. المبيد الحشري بيحتوي على ماده تبوظ الاستالكولين استريزيس وعليه تمنع تكسير الاستالكولين في الحشره فتموتها. حتى بقولها بجمله جميله مش هتنسوها, يبقى